وفي تقرير آخر لمنظمة جلوبال فاير باور الأمريكية لتصنيف قدرات الجيوش حول العالم، حافظ الجيش المصري على صدارة أقوى الجيوش الإفريقية والعربية لعام 2018، محتلا المركز الثاني عشر في ترتيب أقوى جيوش العالم. تلا الجيش الجزائري ثم السعودي في المرتبة الثالثة، ثم الجيش العراقي ثم السوري. كما تفوقت مصر على الجيش الإيراني والباكستاني والإسرائيلي الذي جاء في الترتيب السادس عشر. وعالميا احتل الجيش الأمريكي صدارة قائمة أقوى الجيوش لعام 2018، تلاه الجيش الروسي ثم الصين والهند وفرنسا وبريطانيا. دكتور سعيد، قراءتكم لهذا التقرير في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا حول امتلاك إسرائيل قوة صاروخية متفوقة قادرة على ضرب أي دولة معادية لإسرائيل؟ الكل يعلم أن الجيش المصري والذي أسقط الأبد، يعني أسطورة أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر. وأعتقد أنه في حرب 56، حرب أكتوبر، يعني هذه الصورة ذهبت تماما. لكن اهتمام القادة السياسية منذ اللحظة الأولى بأن يكون لدى مصر جيش قوي، ويعتبره أقوى جيوش العربية والإفريقية لعام 2018، هذا إنجاز كبير جدا. صحيح تليه الجزائر وتليه دول أخرى عربية، لكن بدون شك أعتقد أن الجيش المصري رائد في هذا المجال. ولا تنسي أنه عقدت مؤخرا مؤتمرات خاصة بالتسليح بشكل أو بآخر لأول مرة في مصر، معنى ذلك أن مصر بالفعل تسير بخطى ثابتة في هذا الطريق الذي يضمن لها استقلالية قرارها ويضمن لها حرية واستقلال أراضيها، لا لشيء إلا لأن جيشها يعتبر 12 جيش في العالم كله.